مجد، شو الموضوع؟ مرحبا، كيفك ريمو؟ أنا بتشكرك لأنك رضيتي تشوفيني، لكي أنا حابب أخذك مشوار. آخر مرة قلت هالجملة أنت زتيت المفاتيح بوشي ورحت. يلا امشي. مجد، من اليوم ورايح ما بقى في رجعة ريما، وعد. خلص، من اليوم ما عاد نترك بعضنا أبدا. الكذب وقلة الثقة ما رح يضل شي منهم، كلهم صاروا ماضي. أنا رجعت مجد اللي حبيتيه بأول يوم. بعرف إني كنت بهالفترة عم عزبك معي كتير وعم ضايقك. بتمنى من قلبي إنك تساعديني، لأنه أنا وياكي ما لنا غير بعض. هلا عن جد في اختلاف كبير بيناتنا أنا وياكي، بس قلوبنا مرتبطة ببعضها وما فيني أعيش بدونك. أنا كنت عم بستناكي، وأنتي مشان تصلي لعندي تخطيتي حواجز كتيرة. ماضيكي، كل شي عشتي فيه، وجعك، كل شي. بس هلا خلص، كل شي انتهى، كله صار بالماضي. ومن اليوم خلص نحن مع بعض، وهذا اللي بيهمني بالموضوع. أنا لازم أسألك سؤال وحابة أعرف جوابه. شو هو؟ شو تغير فجأة؟ يعني ليش رجعت؟ شو اللي تغير؟ أنا تغيرت. لما بتطلع فيكي هلأ بشوف وحدة تانية قدامي، وحدة كتير قوية وذكية كمان. كيف يعني؟ لما كنت تطلع فيني من قبل كنت تشوف وحدة مو ذكية؟ شو هالحكي حبيبتي؟ طبعا مو هيك. هلأ لما عم بتطلع فيكي ما عاد عم شوف ماضيكي بنوب. بعرف انه اللي صار بيناتنا مو سهل، واني قسيت عليكي وظلمتك. انا هلأ عم بفهمك اكتر من قبل بكتير، وبهالفترة رح كون جنبك على طول، بوعدك بهالشي. وانا هالمرة رح وقف جنبك وكون معك، وما رح تطلع من تمي كلمة واحدة عن ماضيكي، صدقيني ريما. شكرا لك. يلي قلت لك يا هديك الليلة له علاقة؟ بصراحة أنا فكرت بالموضوع، يعني رحت وحكيت لبابا وحكيت لإياد كمان. إيه، وحكيت مع فتون. تعرفي أكتر حدا أقنعني فتون، غريب. هي أكتر وحدة أثرت علي بكلامها. إجت على المكتب وعصبت علي وبهدلتني بطريقة بس كان لازم تشوفيها. إذا لازم تتشكري حدا المفروض يكون فتون، لأنه بتستاهل. لولا الحكي اللي حكيته معي ما كنا موجودين هلأ مع بعض، كله بفضلها هي.